سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، أصحاب المعالي الوزراء والشيوخ، السيدات والسادة، حضورنا الكريم، في البداية اسمحوا لي أن أرحب بكم جميعا في هذا الحدث المعرفي الرائد على مستوى المنطقة، والذي ينطلق اليوم في عامه الثالث وسط حضور ومشاركة نخبة من المبدعين والعقول المفكرة والخبراء والمعنيين بصناعة المعرفة والمستقبل. I'm pleased to send my greetings to this Arab Knowledge Summit. I thank the people and government of the United Arab Emirates and extend special thanks to His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid. So by teaching in that 50 pupil primary school, I was in the midst of the struggle for Australia's future. هل أمة اقرأ تقرأ؟ والجواب نعم. حينما تتخطى طموحاتنا حواجز حاضرنا، هنا يبدأ مستقبلنا. توفير بيئة تمكينية تساعد الاقتصاد للمعلومات. طبعا هناك ركائز رئيسية، هذه الركائز يجب التواصل بها والحصول عليها حتى نوصل إلى متخذ القرار. فإن المعرفة مفهوم أو عملية ديناميكية مستمرة لا تتوقف على الإطلاق. بنهاية سنة 2050 بيكون عندنا 75% من الطاقة طاقة نظيفة. But I don't build bridges or buildings, I build body parts. So one technology that I'm very excited about is virtual reality.